في قصه بتذكر عن ام كلثوم. طبعا القصه في ناس بتشكك فيها، بس انا بيهمني ان المغزى منها اكثر من هي القصه الحقيقيه. انه بالخمسينيات كان في عندها فرط نشاط درق، يعني في عندها الغده الدرقيه متضخمه، فبحاجه لعلاج، والا الاثار لابد من علاجها، الا القلب بيتاثر، العظام تتاثر بفرط نشاط الدرق، فما هو شغله محببه وصحيا شيء سيء، لابد يتعالج. طبعا في لها ادويه، واذا فشلت الادويه الجراحه بتكون مستطبه. هلا شو مشكله الجراحه تبع الدرق؟ انه في العصب اللي بيعصب الحنجره، بيسموه العصب الحنجري الراجع، بيمرق من الدرق او بيمرق له طريق على الدرق، يعني له على الغده، ففي احتمال بالجراحه ينصاب. هالمعلومه على فكره احد زملائي الاي ان تي الاطباء الاذنيه شكك فيها، قال لا ما بينصاب، فتحت من مرجع بال 2011 يعني دراسه ما صار لها زمان، نسبه اصابه العصب الحنجري الراجع بهي الجراحات من 1% حتى 15% بهذيك الدراسه، يعني واحد من اصل 10 ممكن تنصاب. فنحن جبنا ام كلثوم، والحكي بالخمسينيات، كان صار لها بتغني من عام 1924 25 سنه، وعرضنا عليها انه انت بحاجه للجراحه، والحكي بجراحات الخمسينيات، ربما التقنيات ما كانت بها التطور هذا، فانه لازم تنعمل العمليه ولازم نشيل الدرق، بس في احتمال 1 من 10 انه صوتك، انه عصب اللي بيعصب الحنجره يتاثر، وبالتالي صوتك ينضرب وربما ما تقدر تحكي. فرفضت. شو تعليقك على هذا الكلام؟ طبعا من حقها انه ترفض، لانه بالاخير يعني هلا ام كلثوم هي تعتبر شخصيه بوقتها كانت شخصيه عامه، وهي يعني اهم شيء بالنسبه لها هي انعرفت عن طريق صوتها وعن طريق غنائها، فموضوع الصوت بالنسبه لها موضوع مهم جدا، فهي مجرد يمكن انه تفقد هذا الشيء هو بيغير من شخصيتها، بيغير من تجربتها بشكل شخصي، فهي قررت انه انا ما بدي هذا الشيء، وهذا الشيء من حقها، يعني هي كمريض نحن لازم نعترف بهذا الشيء، بس نحن كمجتمع طبي ممكن انه احيانا نقول معقول يا ترى نحن عم نسمح انه لمريض ياخذ هذا القرار، وواضح جدا نحن بالنسبه لنا انه العمليه هي منقذ يعني رح الحياة تكون مثلا. ناجحه وهي مستطبه بشكل كبير وممكن تشفيه وممكن تساوي، ولكن صحيح هذا الحكي بالنسبه لنا كاطباء، ولكن بالنهايه هي اللي رح تعيش مع نتائج هاي العمليه، هي رح تعيش مع اختلاف صوتها في حال حصل ولا لا، هي رح تكمل حياتها بهذا الشكل، فنحن كأطباء هون مو واجبنا انه نحن او مو من حقنا حتى اكون دقيق اكثر، نحن نيجي نفرض عليها نقول لها انت لا لازم تعمل هاي العمليه او ما لازم تعمل هاي العمليه، نحن بنقول لها نحن الافضل الك خيار تبعك بناء على الطب والمعلومات الطبيه اللي عندنا نحن تعملي هيك، في حال عملتي هذا الاجراء فانت رح يكون عندك في خطورة كذا. الريسكس او الخطوره كذا 1 2 3، في حال ما عملتيها فالخطوره هي 1 2 3 وهي البدائل الموجوده عندنا. هلا تمام. في حال فأنا عمليا أم كلثوم بهذيك الحالة ما كانت عم تختار من العلاجات المتاحة، إني والله أنا بدي، يعني عمليا مو هي ما عم تقوم بدور الطبيب. في أطباء بيرفضوا هي الفكرة، بيقولوا ما معقول المريض يعالج حاله، هو شو بيعرفه أصلا يعالج حاله؟ أنت شغلتك كطبيب تشرح للمريض شو بدك ناوي تعمل وشو هي خطورته وإيجابياته وتختار على أساسه. تماما لو جاي ام كلثوم مثلا قالت لك والله ادخل اعمل العمليه ولكن بهالطريقه الفلانيه، من حقك ترفض تماما، لانه وقتها هي بتكون عم تتدخل بعملك وعم تعطيك توصيات هي غير متعارف عليها طبيا، فانت كطبيب اكيد ما راح تسمح لها. ولكن اذا هي قالت لك انا برفض العلاج الجراحي، هل في عندك بدائل اخرى؟ هذا الشيء حقها. يعني من الصعب تقبل حاليا اجراء او فرض راي طبي على مريض بالوقت الحالي عندنا، هذا الشيء مرفوض. طبعا تتمت القصه انه بوقتها راحت على مشفى البحريه الامريكيه اظن بامريكا، وعرضوا عليها وقت علاج حديث اللي هو اليود المشع، وفعلا تعالجت فيه وحافظوا على صوتها، وهالكلام بال52، وبعدها عاشت ام كلثوم 20 سنه او 25 سنه، وغنت اجمل اغنياتها بالستينيات والسبعينيات. فلو كان في من جيل الاطباء اللي بيفرضوا على المريض انه هن الاصح وهن الادرى وهن اللي افهم ويفرضوا عليه علاج، لو ساووا هي العمليه واذوا لها صوتها كنا خسرنا قديش. كانوا زعلوا كذا مليون عربي. تماما.